بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الفضلاء الكرام، يسرني في هذا اليوم المبارك أن أكون ضيفاً في هذا المسجد وفي هذه الجمعية المباركة، مسجد مريم في لوكسمبورغ، ويسرني أن أكون بين هؤلاء الأفاضل القائمين على هذه الجمعية وهذا المسجد المبارك، ونحمد الله عز وجل الذي هيأ هؤلاء الرجال الأفاضل الذين يرعون مصالح المسلمين ويهتمون بشؤونهم في هذا المسجد وفي غيره من المساجد المنتشرة بفضل الله تبارك وتعالى في هذه البلاد. ولقاؤنا في هذا اليوم كما علمتم من خلال العنوان هو يتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسوف نتطرق إن شاء الله لشيء من الفوائد التفسيرية والمعاني التي وردت في هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه الكلمة. فقول الله تبارك وتعالى أيها الكرام: إن الدين عند الله الإسلام، هذه آية وردت في سورة آل عمران. والعلماء حينما يريدون أن يتحدثوا عن الآيات أو يفهموا الآيات ينظروا أولاً إلى موضوع السورة والمحور الذي تدور حوله السورة. فسورة آل عمران كما هو معلوم لديكم وفقكم الله سورة مدنية، والمقصود بالقرآن المدني على القول الراجح والصحيح من أقوال العلماء بأنه القرآن الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قرآن نزل قبل الهجرة فهذا يطلق عليه القرآن المكي، وهناك قرآن نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه قرآن مدني. فسورة آل عمران نزلت في المدينة النبوية، وكذلك سورة البقرة قبلها. وهذه السورة محورها وموضوعاتها تدور حول مناقشة ومجادلة أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فجرت فيها عدة يعني حوارات ومناظرات، وحينما ننظر كذلك في أقوال المفسرين وفي أسباب النزول، يعني ما سبب نزول مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وبعض الآيات الأخرى التي تتحدث عن الإسلام وتتحدث عن مجادلة أهل الكتاب، تجدون أن المفسرين كابن جرير الطبري من المتقدمين وكالطاهر بن عاشور من المتأخرين وغيرهما من المفسرين يذكرون بأن سبب النزول هو مجيء وفد نصارى نجران. وهذه نجران، إذا كنتم تعرفون الجزيرة العربية، نجران هذه منطقة في جنوب المملكة الآن، يعني في الجزيرة العربية وقريبة من اليمن. هذه نجران كان يسكنها عدد من النصارى، وهؤلاء النصارى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينهم جدال وحوار، فكانت هذه الآيات نازلة في الرد على هؤلاء النصارى. كذلك أيها الكرام، من الأشياء التي ينظر فيها العلماء والمفسرون عند التأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل لمعرفة المعنى وللوصول إلى الهدايات ولإدراك المراد من الآيات، تجدون أن المفسرين ينظرون فيما يسمى بالسياق، يعني سياق الآيات، مجموع الآيات التي وردت فيها هذه الآية من أولها إلى آخرها. وهناك أيضاً ما يسمى بالسباق وما يسمى باللحاق. السباق هي الآيات التي جاءت قبلها، يعني سميت سباق من السبق، واللحاق هي الآيات التي تأتي بعدها. فهذه الآية، أعني قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، هي الآية 19 في سورة آل عمران. حينما ننظر إلى الآية التي قبلها نجد أن الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام،
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إذن هذه الآية وردت في هذا السياق، وهذا سوف يوضح لنا بعد قليل ما المعنى، ما المراد بالإسلام، هذا الإسلام، هذا الدين العظيم الذي نتشرف جميعا بالانتساب إليه، هذا الإسلام الذي والله الحمد نحن جميعا نتمسك به ونسعى لنشره ونسعى لإظهار وإبراز محاسنه للآخرين. هذا الدين له معاني سوف تتضح لنا بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. الإسلام أيها الكرام يذكر العلماء بأن له معنيان، الإسلام له معنيان، الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. ما هو الإسلام بالمعنى العام؟ الإسلام بالمعنى العام هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في أواخر الجزء الأول من سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيش؟ مسلمون. إذن الأنبياء بهذا الاعتبار وبهذا المعنى من لدن آدم وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء مسلمون كلهم. إذن هذا هو الإسلام العام. ما معنى أن الأنبياء كلهم مسلمون؟ بمعنى أن الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى لا إله إلا الله، يدعون إلى الإخلاص، يدعون إلى لا معبود بحق إلا الله. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دين الأنبياء كلهم، الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده. وكذلك حينما ننظر إلى نصوص السنة النبوية في صحيح البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بعيسى بن مريم، أو أنا أولى بعيسى بن مريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب نبي إلى عيسى بن مريم، وليس بينهما أنبياء، ولأن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو الذي بشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو الذي بشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بعيسى بن مريم، والأنبياء إخوة لعلات بفتح العين وليس بكسر العين، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وهذا الحديث سوف نتطرق له بعد قليل إن شاء الله بالشرح والتوضيح حتى يتضح لنا ما معنى الإسلام العام وما معنى الإسلام الخاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى من هم الإخوة لعلات؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات؟ من هم الإخوة لعلات في علم المواريث، في علم الفرائض عندنا في الإسلام، في علم الأنساب؟ تقول: هؤلاء إخوة لعلات. وهناك أيضا عكس ذلك، يعني ما معنى عكس الإخوة لعلات؟ هذه مسألة أو فائدة نود أن نتدارسها مع الإخوة. من لديه إجابة؟ من يعرف من هم الإخوة لعلات؟ ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهم شتى؟ يعني لو نظرنا في الحديث قليلا ربما تتوصل إلى الإجابة: دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فحاولوا تشاركون بارك الله فيكم. لكن الإخوة لعلات في الأنساب، في علم الأنساب في الإسلام وفي التركات والمواريث، من هم الإخوة لعلات؟ يعني احنا كلنا لآدم ما في شك، لكن إخوة لعلات ما معنى؟ تفضل. أب واحد وأمهات مختلفة. أيوة أحسنت، هو هذا الإخوة لعلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. يعني لو أن رجلا تزوج من امرأة وأنجب منها زياد، وتزوج من أخرى وأنجب منها عمر، وتزوج من ثالثة وأنجب منها محمد، فزياد الذي هو من المرأة الأولى، وعمر
الذي هو من المرأة الثانية ومحمد الذي هو من المرأة الثالثة يسمون إخوة لعلات، واضح؟ يسمون إخوة لعلات. كيف؟ أبناء الضرائر، إخوة لعلات. طيب لو عكسنا، لو عكسنا المسألة، لنفترض أن امرأة تزوجت من رجل وطلقها، أنجبت منه زياد. امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه زياد فطلقها، تزوجت من ثاني فأنجبت منه عبد الرحمن ثم مات الرجل، ثم تزوجت من ثالث فأنجبت منه بلال. الآن زياد وعبد الرحمن وبلال أمهم واحدة، صح؟ وأباؤهم متعددون، ماذا يسمون في الإسلام؟ عكس المسألة هذه، بس يعني فائدة جانبية لتنشيط الأذهان يعني ولتلطيف المجلس. عكس المسألة ماذا يسمون؟ إخوة لي إيش؟ ماذا يطلق عليه يعني؟ في أحد عنده جواب ولا جاوب؟ ما في جواب؟ طيب، هؤلاء يسمون إخوة لأخياف، لأخياف ال- 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 الأولاد الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة يسمون إخوة لعلات، والعكس إذا كان الأم واحدة والأب متعدد يسمون إخوة لأخياف، لأخياف. طيب السؤال الأخير، إذا كانوا من أم وأب، نفس الأم والأم والأب، ماذا يسمون؟ الأب واحد والأم واحدة غير الأشقاء فيها. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. إخوة لأعيان، إذا كان الأب واحد والأم واحدة يسمون إخوة لأعيان، وإذا كان الأب واحد والأم متعددة إخوة لعلات، وإذا كان العكس الأم واحدة والأب متعدد إخوة لأخياف. حفظتوها؟ أعيان وإيش؟ أعيان وعلات وأخياف، واضحة؟ طيب ممتاز. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين واحد، بمعنى أن الأنبياء كلهم يشتركون في الدعوة إلى التوحيد. طيب وأمهاتهم شتى، ما المقصود بأمهاتهم شتى؟ الشرائع، يعني شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى، شريعة عيسى تختلف عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشرائع متعددة. وبذلك يعلم أيها الكرام أن هناك خطأ لفظي يقع فيه بعض المتحدثين وربما حتى بعض طلبة العلم، تسمعون بعض الناس يقول لك الأديان السماوية، هذا غلط التعبير هذا. لماذا؟ لأن الدين واحد، ما في أديان سماوية، في الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد. إذن ما هذه التي نزل بها الأنبياء؟ هذه شرائع، تقول شرائع سماوية وليس أديان سماوية. الله عز وجل ما أرسل إلا دين واحد وهو الإسلام والتوحيد والإخلاص وعبادة الله عز وجل وحده، ولكن الشرائع تختلف. وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة التي يطلق عليها الإسلام الخاص، ولذلك قال الله جل وعلا في السورة نفسها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هذا الدين الإسلامي الذي الشريعة التي جاء بها رسولنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة، الشريعة المهيمنة التي يجب على البشرية جمعاء أن تنقاد لها وأن تتبع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الكرام، الإسلام بالمعنى العام الذي هو التوحيد والدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى هو دين الأنبياء عامة، والإسلام بالمعنى الخاص هو الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله جل وعلا في شأنه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله عز وجل جعل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، وهذه قضية أيضا لابد أن تكون واضحة
عند المسلمين في أنحاء العالم، لأن هناك من يلبس ويروج بأن الإسلام خاص بالعرب، أو الإسلام خاص بالجزيرة العربية، أو الإسلام خاص ببعض النواحي. لا، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود، أو كما جاء في الحديث، أو وبعثت في رواية أخرى: بعثت إلى الأحمر والأسود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا. وقد طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في أواخر حياته، حينما استقرت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث الرسل وبعث الكتابات إلى قيصر وإلى كسرى وإلى أنحاء العالم، كان يكاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. والدولة الإسلامية يعني كان لها نفوذ وامتداد حتى في أوساط أوروبا. معروف أن العثمانيين كانوا قد وصلوا إلى أوروبا ونشروا الإسلام، وهكذا فعل كذلك تجار المسلمين من خلال تجارتهم في الهند وبلاد ما وراء النهر، انتشر الإسلام في أنحاء المعمورة. فلذلك ينبغي علينا أيها الكرام أن نحمل هذا الهم، أن نحمل هم نشر هذا الإسلام وتبليغه بالكلمة الطيبة وبالأسلوب المناسب الذي يحبب الناس إلى هذا الدين الذي هو دين الله تبارك وتعالى. الانتساب لهذا الدين العظيم، الانتساب لدين الإسلام، نعمة عظيمة. وإذا أردتم أن تعرفوا عظم هذه النعمة، اقرأوا قول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومصداق ذلك أن الآن البشرية، تعداد السكان، تعداد سكان البشرية على الأرض، على الكرة الأرضية الآن، ربما يزيد على 7 مليار أو 8 مليار. كم نسبة المسلمين الذين ينتسبون لدين الإسلام بمختلف مذاهبهم وبمختلف مللهم ونحلهم وما عندهم من فروقات؟ المسلمون لا يشكلون اليوم في العالم أكثر من 2 مليار، يعني تقريباً الخمس، خمس الكرة الأرضية مسلمون، وأربعة أخماس الكرة الأرضية لا يدينون بالإسلام. فهذه نعمة كبرى أن الله عز وجل اختارك واصطفاك واجتباك، اختارك الله عز وجل لتكون من أتباع هذا الدين العظيم، اختارك الله عز وجل أن تكون على دين الإسلام بالمعنى العام الذي هو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وبالمعنى الخاص بأنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة يا إخوان. انظروا إلى أحوال الأهواء والضلالات التي تتخبط فيها البشرية، تجد شريحة من البشرية يعبدون الصليب، وتجد شريحة منهم يعبدون النجمة، وتجد شريحة منهم يعبدون العجل، وتجد شريحة منهم يعبدون النار، وتجد بعضهم يعبدون الأبقار، وتجد بعضهم يسجدون للشمس. وقد رأيت بعض هؤلاء، رأيتهم في جنوب القارة الهندية يسجدون للشمس من دون الله عز وجل، وتجد بعض هؤلاء يعبدون غير ذلك من الملل والنحل. وأنت أيها المسلم، أيها الموحد، أيها المخلص، اختارك الله واصطفاك واجتباك، فأنت تأتي إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى كهذا البيت وكهذا المسجد العامر بذكر الله تبارك وتعالى وكهذه الجمعية المباركة، فأنت تلبي النداء، نداء الفطرة ونداء التوحيد، وتصلي لله تبارك وتعالى، ولا تسجد إلا لله تبارك وتعالى، ولا تدعو إلا الله عز وجل، ولا تلجأ إلا الله تبارك وتعالى. فهذه نعمة، والله نعمة يا إخوان. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا من دعاء الصالحين والمؤمنين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك ينبغي علينا أيها الكرام دوما أن نسأل الله جل وعلا الثبات على هذا الدين. وهذا كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الثبات على الدين والاستمرار على الاستقامة حتى لقاء الله جل وعلا، هذه نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وكان من دعاء المؤمنين كما تقدم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني الإنسان في هذه الدنيا، المسلم في هذه الدنيا عرضة للزلل، وعرضة للزيغ، وعرضة للخطأ، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من الدعاء الذي أيضا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا يتأكد في حقنا أيها الكرام، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الصدر الأول للإسلام وفي الجيل الأول لهذه الأمة، إذا كانوا يرددون هذه الأدعية ويسألون الله عز وجل الثبات ويخافون على أنفسهم، وذلك الزمان الذي غلب فيه الخير وغلب فيه الصلاح، فنحن من باب أولى أيها الكرام في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات وتفشت بين الصغار والكبار، وأصبحت الآن الفتن تطارد الإنسان حيثما كان. هذه الأجهزة الذكية التي نحملها في جيوبنا ويحملها الكبار والصغار والنساء والرجال مليئة بالشبهات ومليئة بالشهوات وتطاردنا صباح مساء. فيجب أن الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات، ويجب عليه كذلك أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته على هذا الدين. وهذا من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب الدعاء، من أعظم أسباب الثبات على الإسلام والاستمرار عليه حتى الممات الدعاء. ومن أسباب الثبات أيها الكرام أن يكون المسلم في هذه المجتمعات قريباً من إخوانه المسلمين في المسجد. حضورك جماعة المسجد وترددك على هذه البيوت، بيوت الله عز وجل، وحضورك لصلاة الجماعة واقترابك من إخوانك المؤمنين، هذا يزيد في إيمانك ويزيد في ثباتك ويزيد في استمرارك ويقينك وقناعتك بصحة هذا الطريق. وكما جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنسان إذا ابتعد عن المسلمين وابتعد عن اجتماعات المسلمين وخاصة صلاة الجماعة التي هذه من أعظم ثمارها، من أعظم ثمارها أنها تقوي الصلة، هي صلة بين العبد وربه، وأنت تلتقي بإخوانك ويتفقد بعضكم بعضاً في هذه المساجد، ويسأل بعضكم عن بعض، وينصح بعضكم بعض في هذه المساجد. فإذن هذه من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين، أن تحرصوا أيها الكرام على صلاة الجماعة. ويتأكد ذلك أيضاً في صلاة الفجر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يكون في ذمة الله. احرصوا وفقكم الله على الصلوات جماعة، واغرسوا ذلك كذلك في نفوس الناشئة، في نفوس أولادكم من الذكور والإناث. رب الأولاد الذكور على حب المساجد وعلى حب جماعة المسلمين، فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات في هذه المجتمعات. كذلك أيها الكرام، من أعظم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى البعد عن مواطن وأماكن الفتن والشرور، امتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود، وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه. من سمع بالدجال فلينأى عنه. ما معنى ذلك؟ يعني
فتنة المسيح الدجال، هذا المسيح الدجال هي أعظم الفتن، يعني ما تركت فتنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الفتن، غير الدجال أخوفني عليكم. يعني فتنة الدجال هي من أعظم الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينزل في آخر الزمان ويكون معه جنة ونار، ويحيي ويميت، ويدعو الناس إلى عبادة نفسه، فهذا يفتن الناس فتنة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ولاحظوا، نحن ترى الآن نحن في آخر الزمان، والعلم عند الله عز وجل، والله أعلم كم بقي من هذه الدنيا، ولكن كثير من أشراط الساعة الصغرى ظهرت، بل حتى وأشراط الساعة الوسطى ظهرت، فالله أعلم كم بقي في زماننا هذا. فقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه. إذا علمت أن هناك فتنة فلا تذهب إلى هذه الفتنة وتقترب منها وتدعي أنك يعني على ثقة من إيمانك، أو أنك قوي، أو أن تستطيع تواجه هذه الفتن. لا، إذا سمعت بالفتن فابتعد عنها. فكذلك الشأن بالنسبة لبقية الفتن والشرور. أنتم في مجتمعات تكثر فيها الفتن وتكثر فيها الشرور، إذا علمت أنت وإخوانك وأخواتك وزوجتك وأولادك، إذا علمت أن هذا المكان أو هذا السوق أو هذا المنتجع أو هذه الحديقة أو هذا المكان فيه فتن وفيه شرور، فلا تذهب إليه بنفسك، حاول أن تنأى عنه، وحاول أن تبتعد عن أماكن الفتن، لأنك قد تفتن. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود، قال ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يقول ابن مسعود: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كل إنسان مهما كان علمك، ومهما كان عقلك، ومهما كانت ثقافتك، ومهما كان يعني يقينك، أنت عرضة في هذه الدنيا للفتنة، لأنك في دار ابتلاء ودار امتحان، وهذه الدار يعني خطر فيها من الشرور، فأنت تحاول أن تبتعد عن الفتن وتجنب نفسك وأولادك الفتن بقدر ما تستطيع، حتى تثبت على هذا الدين، حتى تلقى الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، هذا عند أبي داود من حديث عمران بن حصين، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود، وهو حديث صحيح. فالشاهد أيها الكرام، يعني لعلي أختم بهذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل هذا من أئمة أهل السنة والجماعة، من أصحاب المذاهب المتبوعة كأبي حنيفة وكالإمام مالك وكالإمام الشافعي والإمام أحمد. وقعت له فتنة، وكان الإمام الشافعي رحمه الله قد رأى رؤيا، جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: أبلغ أحمد، يعني الإمام أحمد، بأنه سيدعى إلى خلق القرآن، فقل له لا يجيب. فأرسل الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد، أرسل له أحد تلامذته، فجاء للإمام أحمد فقال له، يسلم أو يقرئك السلام الإمام الشافعي، ويقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستدعى إلى خلق القرآن فلا تجيب. فبكى الإمام أحمد وتأثر. الشاهد أن الإمام أحمد ابتلي بلاء عظيما، وهذا العالم الذي يعني حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم وثبت في فتنة خلق القرآن، حتى قال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، يقول: حفظ الله الإسلام برجلين عظيمين، بالصديق في الردة حينما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي تصدى لهم؟ تصدى لهم أبو بكر الصديق. وبأحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وبأحمد في الفتنة، في فتنة خلق القرآن، من الذي ثبت؟ ثبت الإمام أحمد. كبار العلماء والأئمة في زمن الإمام أحمد إما سكتوا أو أجابوا، يعني تنازلوا، ما استطاعوا يثبتون. الإمام أحمد هو الذي ثبت ودخل السجن،
وجلد أبلى بلاء عظيما. يذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد يقول عند وفاته، يعني هذا رجل عالم كبير وإيمانه عظيم بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك هذا الرجل خشي على نفسه الفتنة في مرض موته، في وفاته لما كان على فراش الموت واشتد عليه المرض، كان يتمتم بكلمات، وكان عنده أبناؤه عبد الله وصالح يسمعونه يقول بعد 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 بعد. استغرب أبناؤه، يعني كلمات غير مفهومة، إيش تقصد يعني بعد بعد؟ فلما أفاق الإمام أحمد وانتبه، يعني استعاد نشاطه، قالوا يا إمام، يا أبا عبد الله، يعني سمعناك تقول كلمات بعد بعد، ماذا تقصد ببعد يعني؟ قال ذاك شيطان. شوفوا كيف الشيطان، يعني المعركة بين المؤمن وبين الشيطان إلى أن تخرج روحه من جسده، إلى أن يغادر هذه الدنيا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان حريص على إفساد الدين وإفساد إيمان العبد إلى آخر لحظة. فجاء الشيطان تمثل للإمام أحمد في مرض موته، ويعني رآه الإمام أحمد كأنه يعض أصابعه من الندم ويقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. يعني يريد ماذا؟ يريد يعني أن الإمام أحمد يغتر بعمله ويعجب بإيمانه فيقول نعم فتك، وهو لا زال في الدنيا، لم يغادر هذه الدنيا. لكن الإمام أحمد عالم، والعالم لا تنطلي عليه هذه الحيل، لا تنطلي عليه حيل الشيطان. قال الإمام أحمد بعد بعد، يعني ما فتك، لا ما فت الشيطان حتى تخرج الروح وحتى أغادر هذه الدنيا. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يخشى على نفسه الفتنة والانحراف مهما وصل إليه من العلم والإيمان والثبات، فلن نبلغ ما بلغه هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة. ختاماً أيها الكرام، أختم هذه الكلمة بتذكير نفسي وإخواني في هذه البلاد بأهمية القيام بواجب الدعوة إلى الإسلام، مذكراً الجميع بأن الدعوة إلى الإسلام ليست حكراً وليست مقصورة كما يتصور البعض، ليست مقصورة على العلماء والخطباء والدعاة والمتحدثين والمثقفين، ليس ذلك حكراً، أو ليست الدعوة حكراً على أولئك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. والإمام البخاري بوب باب العلم قبل القول والعمل، فكل من علم شيئاً عن الإسلام يسعى أن يبلغ الإسلام بحسب طاقته وما معه من العلم. نحن لا ندعو الناس إلى أن يتحدثوا فيما لا يعلمون، أو أن يتكلموا عن الإسلام بجهل وبغير علم، لا، لكن نقول إذا كنت تعرف شيئاً عن محاسن الإسلام، ونحن نعرف الكثير، يعني من الأشياء التي يعرفها الجميع مثلاً محاسن الإسلام في صلاة الجماعة، محاسن الإسلام في تلاوة القرآن، محاسن الإسلام في حجاب المرأة، المرأة المحجبة التي ترتدي الحجاب وتعتز بالحجاب في هذه المجتمعات هي في الحقيقة تدعو للإسلام، هي تدعو للإسلام، تدعو الآخرين إلى الإسلام. أنت أيها المسلم حينما تتعامل مع الآخرين بالصدق والأمانة والإخلاص أنت تدعو للإسلام. كيف دخل الإسلام إلى وصل إلى الهند والسند والصين وأندونيسيا؟ لم يصل الإسلام بالفتوحات الإسلامية، وإنما وصل عن طريق تجار المسلمين. تجار المسلمين حينما كانوا يتعاملون مع الآخرين بالصدق والأمانة، ولا سيما تجار الذين كانوا في جنوب الجزيرة العربية، الحضارم وغيرهم، لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر الإسلام في تلك الديار، أوصلوا الإسلام بصدقهم وبتعاملهم مع الآخرين. فأنت يا أخي المسلم حينما تستشعر أن الإسلام بالمعنى العام وبالمعنى الخاص هو رسالة شاملة وعامة
لابد أن تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا قصرت في الدعوة إلى الإسلام هؤلاء الذين هم من غير المسلمين يعيشون بينكم من جيران من أصدقاء من زملاء في العمل، ربما يتعلقون بأعناقكم يوم القيامة، ربما يحاجونكم عند الله عز وجل، يقول هذا مسلم ويعرف الحق ولم يخبرني ولم يبلغني ولم يدعوني إلى الإسلام. أحد الدعاة رحمه الله توفي، كان له دعوة ونشاط في بعض البلاد، فدعا يعني بعض هؤلاء في أمريكا فأسلم بعضهم، فجاء أحد المسلمين الجدد يبكي قال أنا خصم لكم عند الله عز وجل، يقول لهم أنا خصم لكم يوم القيامة. قالوا لماذا؟ ماذا صنعنا؟ قال أنا أحملكم مسؤولية وفاة أبي وأمي على غير الإسلام، لأنكم ما بلغتونا الإسلام، ما وصلتوا لنا الإسلام. قد يقول قائل بأن الإسلام الآن مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يعني منتشر والجميع يعرف الإسلام، نقول لا، نسبة كبيرة من العالم وصلهم الإسلام المشوه، يسمعون عن الإسلام بصورة مشوهة، يسمعون بأن الإسلام هو دين قتل ودين إرهاب ودين اعتداء ودين اغتصاب، فنحن نريد أن نبلغهم بأن الإسلام دين رحمة. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلابد أن نبلغ دعوة الإسلام بما نستطيع، وهي الآن الحمد لله مع توفر هذه الوسائل متيسرة جداً. يعني أنت لو تحمل الآن البطاقة التي تسمى يعني بزنس كارد وفيها مثلاً موقع ويب سايت، موقع إسلامي للمسجد أو موقع، وأنت تعطي هذه البطاقة لصاحب البقالة، تعطيها لصاحب المطعم، تعطيها في المطار، هذه دعوة للإسلام، أنت تدعو الناس للإسلام. أنت حينما تدعو الآخرين مثلاً إلى زيارة بعض المواقع في الإنترنت، المواقع المفيدة، هذه دعوة للإسلام. فلا بد أيها الإخوان أن نجتهد بما نستطيع أن نبلغ هذا الدين قياماً بهذا الواجب، بهذه المسؤولية التي حملنا الله عز وجل وإياها. وأنتم في هذه البلاد أنتم سفراء الإسلام، أنتم سفراء الإسلام، حتى وإن جئتم هنا لهذه البلاد مهاجرين وقد اضطررتم لظروف معيشية أو لأحوال معيشية أو لظروف اجتماعية، لكن أيضاً يقع عليكم مسؤولية الدعوة إلى الإسلام. وتذكروا قول رسولنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد فقط يسلم هذا أفضل لك من هذه الممتلكات وهذه العقارات وهذه الثروات، وما تدري يا أخي من يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. أحياناً المسلم يذهب إلى مكان عام استراحة، يعني في مكان انتظار ينتظر مثلاً موعد عند الطبيب، أو يذهب إلى مطعم ويكون معه مثلاً بطاقة دعوية أو كرت فيه مواقع إسلامية أو كتاب أو مطوية، يضع هذا الكتاب، ربما يأخذه شخص ويعتنق الإسلام ويسلم هو وتسلم زوجته وتسلم ذريته، تأتي يوم القيامة تجد هؤلاء في ميزان حسناتك وأنت لا تدري، تجد خلقاً دخلوا الإسلام بسببك وأنت لا تدري. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعو لهذا الدين. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد، اللهم ثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وأولادنا واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين، وجنبنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم في السودان، اللهم فرج همهم في إدلب، اللهم فرج هم المسلمين فوق كل أرض،
وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. نحن الذين نشكرك، شكرنا بارك الله فيك، جزاك الله خير. ولكن في الحقيقة الشكر يعني موجه لك قبل كل شيء، ونقول لك زادك الله علماً وحلماً. نحن صحيح يعني نطلب الدعاء من الأئمة والدعاة والناس الصالحين، ومطلوب من إخوتنا الأكارم أن ندعو لهم، أن ندعو لعلمائنا في هذا العصر أن يثبتهم، وأن ربي سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، لأنه كما تعلمون العلماء الصادقون سبحان الله يعني الله يثبتنا وإياهم على كل حال، أصبحوا عملة نادرة في هذا الزمان مع هالفتن التي نراها وهالأمواج، حسبنا الله ونعم الوكيل. فندعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمك ويرفع درجاتك وأن يعلي قدرك وأن يبارك لك في أبنائك وعائلتك وفي من تحب. آمين وإياكم الله يحفظ الجميع. ونقول لك زادك الله علما وحلما، زادك الله علما وحلما. يا إخوة كما تعلمون هو في الحقيقة يعني عندما نسمع موعظة أو درسا هي القلوب التي تتخاطب. في بعض الأحيان نسمع هكذا دعاة وسبحان الله لا نتأثر، هذه حقيقة، لأن الكلام خارج من الفم من الشفتين. ولكن سبحان الله يعني في بعض الأحيان نسمع دعاة ويعني نشعر كأنه يهزنا من الداخل، جزاك الله عنا كل خير. والذي ربما استفدت منه اليوم في هذا الدرس الجميل، الدرس المبارك، إن الدين عند الله الإسلام. ربي سبحانه وتعالى يقول فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم. يا إخوة أنا أقول لك ولنفسي ارفع رأسك فإنك مسلم. ارفع، والله يا أخوة، والله يا أخوة، انظروا انظروا حولنا يعني الناس كيف تعيش. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الهداية للناس أجمعين. نحن هنا نريد الخير للناس أجمعين، وفعلا الشيخ ذكرنا وهزنا هكذا من الداخل أننا مقصرون، غفر الله لنا. ماذا سنقول يوم القيامة عندما يأتي جاري الذي يعني جاورته لسنين عدة ولم أدعوه إلى الإسلام؟ ماذا سنقول يا الله عز وجل؟ شيخ جزاك الله عنك وإياك، الله يكرمك وإياك يا شيخنا، الله يحفظك، ربي يحفظك وإياك يا شيخنا، الله يحفظك، جزاك الله. تفضل يا شيخ. الأخ يسأل سؤال جيد ومهم، أنا أعيد السؤال حتى تسمع ولأن أنا ربما البعض ما سمع السؤال. يقول من مات على غير الإسلام كان أصولهم إسلامية، ولدوا هنا نسوا الإسلام، الأحكام بارك الله فيك تنقسم إلى قسمين، عندنا أحكام دنيوية وعندنا أحكام أخروية. طيب الحكم الدنيوي فنحن نحكم على كل من لا يدين بالإسلام بالمعنى الخاص، يعني الذي لا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يدين بالإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشهد أن لا إله إلا الله، لا يقر ويعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقيم شعائر الإسلام كالصلاة من أبرزها الصلاة، فهذا حكمه الدنيوي نحن نحكم عليه في الدنيا بأنه غير مسلم
هذا حكمه الدنيوي غير مسلم. إذا كان هذا الرجل أو هذه المرأة معذور عند الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم به. قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل أعلم به، إذا كان له عذر الله عز وجل يعذره، لكن أنا كمسلم أحكم عليه في الدنيا بأنه غير مسلم، لأن هذا لم يقر بالإسلام وبالدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقم بشعائر الإسلام. فهذا الحكم الدنيوي، والحكم الدنيوي الذي نطلقه على هذا الشخص، يعني شخص مثلا نفرض أنه من أصول إسلامية ولكنه تخلى عن الإسلام وأصبح لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله ولا يصلي ثم مات، لا يجوز أن أحضره وأن أقدمه للمسلمين وأقول تعالوا صلوا عليه وهذا مسلم، ما يجوز، لأن هذا في الحكم الدنيوي غير مسلم. وحكم الدنيوي لا يضره عند الله، يعني لو كان معذور الله عز وجل سوف يعذره، ولكن أنا في الدنيا أحكم عليه بأنه غير مسلم. فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، والله جل وعلا حكم عدل، يعني ينبغي أن تعلم وأن تتيقن بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ما في أحد يظلم يوم القيامة. إذا كان له عذر أو أنه بلغته رسالة الإسلام مشوهة، الله جل ويمتحنه يعذره، الله أدرى به. ولكن عندنا في الأحكام الدنيوية من لا يقر بالإسلام بالمعنى الخاص، ولا يقر بالتوحيد، ولا يقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحكم عليه بأحكامنا الدنيوية بأنه ليس مسلم، فلا يزوج من المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، لا يقدم للمسلمين الصلاة عليه، إلى آخر الأحكام المتعلقة بغير المسلمين. والله تعالى أعلم.